أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت شرطة لاس فيغاس أنها عثرت على أسلحة نارية وذخائر ومتفجرات في منزل ستيفن بادوك الذي أطلق النار على مشاركين في حفل غنائي في المدينة فقتل 59 شخصا وأصاب 527 آخرين بجروح ثم انتحر. ونقلت وكالة فرانس بريس أن المحققين الذين دهبوا المنزل الواقع في ميسكت على بعد 120 كيلومترا عن لاس فيغاس عثروا على ما يزيد عن 18 قطعة سلاح ناري إضافية وبعض المتفجرات وآلاف الرصاصات إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية. قتل 15 شخصا وأصيب آخرون بجروح في هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في حي الميدان وسط العاصمة السورية دمشق بحسب ما قالت مصادر إعلامية. وقالت وكالة الإعلام الروسية إن 15 قتيلا سقطوا في الهجوم على مركز الشرطة، في حين أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا مدنيين وفرد من الشرطة. أعلن مسؤولون عسكريون ونفطيون عراقيون أن مقاتلي داعش أضرموا النار في 3 آبار قرب الحويجة غربي مدينة كركوك النفطية، وهي إحدى منطقتين ما تزالان تحت سيطرة التنظيم الإرهابي. وقال مسؤولون عسكريون إن قوات الأمن تستخدم جرافات للسيطرة على النار التي أشعلها مسلحو داعش في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي بهدف تعطيل تقدم القوات صوب الحويجة. قال مسؤول في وزارة الخارجية التونسية إنه لا توجد أي أدلة قطعية حتى الآن عن جنسية منفذ هجوم مارسيليا. وأفاد المسؤول لوكالة الأنباء التونسية بأن الهيئات الأمنية في فرنسا وتونس لم تتوفر لديهما ما يثبت قطعيا أن منفذ الهجوم في مدينة مارسيليا تونسي الجنسية، لكنه أكد في ذات الوقت بأنه فرد معروف لدى الأجهزة الأمنية الفرنسية. يعد العلماء قائمة بأقرب الكويكبات التي تصلح لإرسال مسابير فضائية إليها، ولكن لمهمة غريبة وهي المحاولة قدر الإمكان الاستفادة من الموارد والثروات الموجودة على هذه الكويكبات. ولكن يجب على العلماء فهم طبيعة سلوك تلك الأجرام السماوية أولاً. فقال العلماء إن استخراج الثروات الطبيعية في الكويكبات هو مزيج بين العلم والهندسة والاستثمارات. إلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.